قام رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم بزيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطنية. أين كان في استقباله سيد الفريق السعيد تشينغ ريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حيث استمع السيد الرئيس في البداية إلى النشيد الوطني. سيد الرئيس تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي التشريفات العسكرية ليحيي بعد ذلك مستقبليه السادة قائد الحرس الجمهوري والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى والمراقب العام للجيش ورؤساء الدوائر بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.